القصة بلشت هيك أبو السكر بقول لك كورونا في البلد بلشنا نجيب بضاعة من الصين نشتغل بنقول يا الله مبسوطين فجأة إجانا إشي من وين شو اللي بيصير يا غراب البين تنزل عالبلد بقول لك كورونا شوف يا عالم خلص ارحمونا حجر صحي شوية حالات صارت كل الناس عنا لبس كمامات تقعد بدارك معزول ملبوس لا معك مصاري ولا معك فلوس شعري مهيش كنت بطلع بحلك بكيت دخان بصدري خلي يحرك شو اعمل يا ناس اللي فتعاطى اتعصبوا طلال هذا حكي هذا فلاطة سكرتوا الكنايس كفلتوا الجوامع واحد من الخوف صار خاف مرته جامع كورونا مين اللي بترقص بالعتمة احنا جيل سبنا عفلافل الشتلة روح سلم عبوك يا عمي كورونا وانا صغير قاعد بتجري بدمي بقولك بجالة بأرضة برجالة صفت معزولة لحالة لبالة ولعت عجال كوجوب بالشوارع فكرك تحمي حالك من الجاي واللي طالع طلعت عن اصولك ونسيت دينك واحنا هول بقولك مش ناسينك كنت تنزل فردك بايدك علبة هايجين غيرها ما راح يفيدك اوعك تفكرني شايفك واني ناسي انت عالقائمة وحطيتك براسي عينة دهشة والتوحة والعزة كلها ناس عندك كرامة وعزة عيد الدهشة والدوحة والعزة كلها ناس عندها كرامة وعزة بكرة المي عنا بترجع مجاريها اجرك خلقتك ما بدي شوفك فيها وخلصت القصة يا صاحبي بجالة